ماتت بمرض قاتل. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جيهان السادات. توفيت صباح اليوم السيدة جيهان السادات قريرة رئيس الجمهورية الراحل محمد أنور السادات عن عمر ناهي 87 عاماً. ونعت رئاسة الجمهورية جيهان السادات وقالت إن الراحلة قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها. السيدة جيهان السادات توفيت بعد صراع مع المرض وفرقة الحياة داخل المركز الطبي العالمي الذي كانت تتلقى فيه العلاج من مضاعفات مرض السرطان منذ شهر تقريبا، حيث كانت تخضع للعلاج في غرفة العناية المركزة، وذلك بعد عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية قبل 3 أشهر. أشارت المصادر إلى أنه خلال الفترة الماضية كانت الزيارة ممنوعة عن السيدة جيهان السادات التي تدهورت حالتها بصورة متسارعة، وساهم في تدهور حالتها مضاعفات أمراض الشيخوخة، موضحة أن الرئيس وقرنته كان يتابعان الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات حتى فارقت الحياة. يجب بالذكر أن السيدة جيهان السادات كانت تتلقى الرعاية الصحية قبل وفاتها على أكمل وجه على يد فريق طبي كبير، ولكن حالتها الصحية وصلت لمرحلة متأخرة حتى أن أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات طلبت من المصريين الدعاء إلى زوجة بطل الحرب والسلام إلى أن مشيئة الله فاضت روحها في الصباح اليوم الجمعة. الاسم الحقيقي لجيهان السادات هو جيهان صفوت رؤوف، ولدت بمدينة القاهرة في 29 من أغسطس عام 1933 لأب مصري يعمل أستاذا جامعيا ويحمل الجنسية البريطانية وأم بريطانية تدعى جلاديس. حصلت جيهان السادات على بكالوريوس في الأدب العربي من جامعة القاهرة عام 1977 وماجستير في الأدب المكرم من جامعة القاهرة عام 1980 ودكتوراه في الأدب المقارن جامعة القاهرة عام 1986، ثم نالت درجة الدكتوراه من كلية الأداب بجامعة القاهرة تحت إشراف الدكتور سهير القلماوي. مزجت جيهان السادات بين الجمال الشرقي والأوروبي ومثلت أيقونة للرقي والأناقة ووجهة للباقة، مما جعلها تخطف قلب الرئيس محمد أنور السادات. جمع القدر بين جيهان والرئيس الراحل أنور السادات، فكان اللقاء الأول بينهم في السويس حيث التقت به عند أحد أقاربها في صيف عام 1948 وكانت في 15 من عمرها. أعجبت جيهان السادات ولم يكن هذا الإعجاب من طرف واحد، بل هي خطفت قلبه وأصبح بينهم قصة حب، وحضر عيد ميلادها وغنى لها أغنية يا ريتني طير لفريد الأطرش حينها قررت الزواج منه رغم أنه كان متزوجا ولديه 3 بنات. في 29 مايو عام 1949 تزوج الرئيس الراحل محمد أنور السادات من جيهان، وذلك عندما كان ضابطا صغيرا، بالرغم من أنه كان متزوجا من سيدة أخرى قبلها هي السيدة إقبال ماضي. أنجبت جيهان من الرئيس الراحل 3 بنات هن لبنى ونهاء وجيهان وولد واحد وهو جمال. كانت جيهان شريكة حقيقية في حياة الزعيم الراحل محمد أنور السادات، فكانت بجانبه دائما من قبل أن يتولى رئاسة الجمهورية وبعد أن تولاها، وعاشت معه على مدى السنوات وعاصرت الحرب والسلام. كان الرئيس السادات يحب أن يناديها بجيجي. شاركت جيهان زوجها الرئيس أنور كل الأحداث المهمة التي شهدتها مصر بدءا من ثورة 23 يوليو وحتى اغتياله في أكتوبر عام 1981.
هي أول سيدة أولى في تاريخ جمهورية مصر العربية تخرج إلى دائرة العمل العام لتباشر العمل بنفسها ودورها الوطني بين صفوف الشعب المصري. كان لها العديد من المشروعات المهمة، أبرزها مشروع تنظيم الأسرة ودعم الدور السياسي للمرأة، وأسست جمعية الوفاء والأمل، وكانت من المشجعات لتعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري ما بين فترة 1980 إلى 1981. رحلت جيهان السادات وتركت وصية، فهو العمل على استمرار مشروع قرية الأطفال للأيتام التي أسستها في مصر على غرار تجربة دنماركية شهدتها في أوروبا، وحاولت نقلها إلى بلدها وأسست لها بالفعل 3 فروع بين القاهرة والأسكندرية والغربية تحت اسم SOS والتي تعني أنقذوا أرواحنا، وكانت تحلم أن يشمل المشروع كل محافظات مصر حيث تنشأ في كل محافظة قرية للأيتام. وتستقبل قرية الأيتام التي أسستها جيهان السادات الأطفال الذين ليس لهم أب أو أم أو أقارب من عمر يوم حتى 3 سنوات من الجنسين، ويستمرون بالقرية ويحصلون على كل الخدمات إلى إنهاء مرحلة التعليم ليبدأوا حياتهم الطبيعية داخل المجتمع. ثاني وصايا جيهان السادات هي أن تدفن بجوار جثمان الرئيس الشهيد أنور السادات في المنصة بمدينة نصر، وهي المنطقة نفسها التي شهدت الحادث الإرهابي في عام 1981.